اهلا بيكم وسين وجيم جديد مع هيثم في الصين. الحلقه دي هنتكلم فيها عن سؤال مهم جدا، يا ترى ايه احسن منتج استورده من الصين، او احسن منتج اجيبه البلدي من الصين او غير الصين؟ قبل ما نبدا ما تنسوش يعملوا لايك للفيديو وتعملوا متابعه للقناه وتدوسوا على الجرس تنبيهات عشان يجيلكم كل ما هو جديد. يلا بينا. ايه افضل منتج استورده من الصين، او ايه احسن منتج اجيبه للبلد اللي انا موجود فيها؟ السؤال ده طبعا سؤال شائع جدا، والاجابه بتاعته واضحه بكل وضوح بقولها لحضراتكم. افضل منتج واحسن منتج تجيبه من الصين او غير الصين وتستورده لبلدك وتعرف تكسب فيه كويس، هو المنتج اللي انت فاهم وعندك خبرة فيه وعندك خبرة في كيفية توزيعه وبيعه. مش وانا قلت قبل كده في حلقات اقوال مأثورة ان اللي يناسب غيرك مش شرط يناسبك. مش معنى ان انا شفت فلان استورد منتج معين والعملية مشيت معاه كويس قوي مش معنى كده ان انت برضو تجيب نفس المنتج وهيمشي معاك، لا خالص ملوش علاقة، ولكن ليه ابعاد تانية. زي ما قلت لك اهم شيء قبل ما تستورد منتج معين تكون انت فاهم في المنتج ده كويس عشان تعرف تختاره وتعرف تجيب انهي كواليتي وانهي جودة وانهي الوان اللي تناسب المكان اللي انت موجود والبيئة اللي انت موجود فيها، وانهي خامة بالظبط وانهي مقاسات وانهي اشكال وانهي كل ده، وايضا يكون عندك خبرة هتجيبه منين والسعر المناسب اللي انت هتجيب بيه وطرق استيراده وطرق شحنه، وايضا لما يوصل عندك يا ترى هتسعره ازاي ويا ترى هتبيعه وتوزعه ازاي. الاجابات دي او الاسئله دي لابد تكون محضر وعندك اجاباتها اولا. لو انت عندك اجابات هذا السؤال اللي هو احسن منتج هيظهر عندك فعلا وانت بنفسك ولوحدك هتعرف ايه هو احسن منتج وافضل منتج تجيبه من الصين ويكون هو افضل منتج تعرف تبيعه وتكسب فيه في البلد اللي انت موجود فيها. لو سمحتم رجعوا الحلقه واتفرجوا عليها تاني من جديد وفكروا في الاسئله اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي وجاوب عليها. لو انت عرفت وعندك الاجابات إن شاء الله هتحدد، لاقي نفسك حددت المنتج وعرفته كويس قوي وتبدأ في تنفيذه إن شاء الله، وتفتكرني كويس قوي بعد ما تبيع المنتج وتكسب فلوس وتقول لي شكرا. أنا مستني تحطوا أسئلتكم واستفساراتكم عشان أنا هختار أهم الأسئلة في التعليقات وفي الكومنتس، وإن شاء الله هعمل لها فيديوهات خاصة وأرد وأجاوبكم على أهم الأسئلة اللي تهمكم. تابعوني على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، سناب شات، تويتر، لينكدين، كله تحت اسم هيثم في الصين بالعربية أو هيثم إن شاينا بالإنجليزية. دمتم بخير وإلى اللقاء.